وسلم وبارك لي وعلى آلي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وقد آن للقلم أن يحط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفهو من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي أحسن الشمائل. وهنا حزن أن نثبت ما بلغ إلينا من شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابه القلم والكرتاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودأ في هذه السورة. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تبرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول المخلوق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفت من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من حصدت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن العبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطن أمها إلى بطنها وضمته عشاوى بمعونة الله محافظة عليها حتى على حق هذه الدرة وصونها. فحملت براية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم بيضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وموضوع قلبه هذه الدرة المكنونة والجوهرة مسونة والكون كله يسبق ويمسي في سرور وابتهاج بقرب الدهور شركها
إلى التقاط جواهر كنوز وكل ذابة لقريش نطقت بفسخ الإبارة معلنة بكمال البشارة وما من حبل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بأجر الفراخ بملاقة الأشرف البرية وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الدهور بعد تنقله في البطون والدهور فأنذر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قرب عمان أذي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترهيب وأمطر الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت قناء هذا المجدور ليبرز نوره كاملا في آلام الظهور نورا فاق كل نور وانفض الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من هواز الأمة أي أعذر عند ودي أمة تعني صلي جنابها المسعود ومشاركة لها في هذا سمات الممدود فحضرت توفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من أحر العين من كشم الله له من الزراف بالقسمة الوافية فعند الوقت الذي رتب الله على أذور وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور النمود وبرز العامد المحمود مذعنا لله بالتعذيب والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد صلى عليه يا نبي سلام Salam alaikum.
Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa laqad intazafa sallallahu alayhi wa sallam min ma'asinil akhlaq bima tadhiku an kitabati butunul awraq kana sallallahu alayhi wa sallam ahsanan nasi ulukan wa khalqah wa awwalahum ila makarimil a'laki sabqa sallallahu alaihi wa awsahum bil mu'minina ilma wa rifqa barran raufa la yakulu wa la yaf'alu illa ma'rufa sallallahu alaihi lahul ulqun sahal واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله ما شولة أخلاق الليبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن مصر طبي تعطرت الطرق والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وألوكه بأشرف خصوصية فما من ألوك في البرية محمود إلا وهو متعلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الأبيب وسعنه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت سلالة مسها بإنانه صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما أنفذه العلم من وقاع المولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا الأبد المقرب من التكريم والتعذيب والخلق العظيم صلى الله عليه وسلم مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبذلك ينصر الأسم كما ينصر التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالملائكة على إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الخير من دار الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سائفي مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يتوب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوزل الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب الجنة تحط الرحل فتسها منه البيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأطراف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا وحبيبنا وشافينا وقرة عيوننا سيدنا ومولانا محمد الذي أمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأرض الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موت المواد للقرب ومنهر قاسم ذاتك في بالك وساقي كرسي رسالتك لأهل بلادك سيد الكونين واشرف السكنين عبد المغبوب الخالص المسوس منك بعدل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك بربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم ونتسأل إليك بسلام مقامه العظيم أن تناقشنا في حركاتنا وسكناتنا بين عنايتك وأن تفضنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من سبب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وأن تتقبل منا ما تعرضنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتدلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي درائك اتباعه من السالكين والهزك واهجي من المعدين ولأهلك من الحافدين. اللهم إن لنا عفا في رحمتك الخاصة فلا تغنمنا ودلونا جميلة يا سلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وفي رسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تدلنا ممن نصر هذا الحبيب وزره ووله وظاهره وأمه ببركته والشريف بذاته أولادنا ووالدينا ونقدنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وعظيم رايتنا القويم في جميع الأوطان المنشورة ومنم الإسلام والإيمان بأليا معمورة مانا وسورة واسف اللهم قربة المغروبين واغدي دين المدينين وغفر المذنبين وتقبل توبة التائبين وانظر رحمة عبادك المؤمنين أجمعين
واغفر شر المعتدين والظالمين واغفر شر المعتدين والظالمين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل وفرد الحج في جميع النواحي والأقدار واجنهم من عندك ونصرنا للمعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي يا الله في الحزن الحزين من جميع البلايا وفي الرزق المكين من الذنوب والخطايا واعتمنا في العمل بطاعتك واسجد في خدمتك قائمين وإذا طفيتنا فطفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير أجمعين يا رب وسلم وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحانه ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركات النبي نتقبل بركات هذا المجلس الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين نسأل الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.